تطوران بارزان اليوم في سوريا، أحدهما ميداني تمثل في انسحاب القوات السورية من مدينة حما مع استمرار الحملة العسكرية في مدن أخرى كدير الزور وإدلب، والثاني سياسي تمثل في موقف بارز لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيه أن بلاده أبلغت الرئيس السوري بشار الأسد ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء، متمنيا عليه أن يقوم بالإصلاحات التي وعد بها واتخاذ خطوات في خلال أسبوعين باتجاه عملية الإصلاح. السلطات السورية تصوب السلاح تجاه شعبها، ولا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد وللسلطات السورية التحدث عن الإصلاح فيما الشعب السوري يقتل، فلن تضحكوا على الشعب السوري ولا على العالم، ولا تنسوا أن مشروعية الحكم تكمن في الاستماع إلى الشعب وفي تمثيله إرادته. من جهته تحدث وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن زيارة قام بها السفير التركي لحماة، ونقل عنه عدم وجود سلاح ثقيل في المدينة، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري دعا الرجلان إلى وقف العمليات العسكرية في سوريا. لا يوجد حل أمني أو عسكري لما يحدث في سوريا، يجب أن يكون هناك حوار، وهناك وبالفعل هناك مقترحات كانت مطروحة من القيادة السورية، ولكن للأسف صحبت بأعمال عنف، وهو ما ضيع من أثر هذه الحوارات. بالأمس أصدرنا بيانا آخر وأوضحنا فيه أن الأمور تسير إلى طريق لا عودة، وأننا لا نريد أن نشهد تدويلا آخر في سوريا، يكفي المنطقة ما تشهده من تدويل. لكن يبدو أن الحملة الأمنية لم تحل دون استمرار الحركة الاحتجاجية، وإن كان إيقاعها قد خفت في المدن الكبرى التي دخلتها الدبابات، حيث نقلت مواقع الإنترنت الخاصة بالمعارضة صورا لتظاهرات ليلية في اللاذقية، كما أعلن مصدر حقوقي عن سقوط قتيلة في محافظة إدلب برصاص القوات السورية، وبثت مواقع المعارضة صورا لمتظاهرين أصيبوا بطلقات نارية. وتزامنا مع المواقف الدولية، زار سوريا وفد يضم مبعوثين من جنوب إفريقيا والبرازيل والهند، والتقى وزير خارجيتها وليد المعلم، حيث حض الوفد الرئيس الأسد على وقف القمع والبدء بإصلاحات، وسمع من المعلم شرحا للأوضاع التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة قيام ما سماها مجموعات مسلحة بالقتل والتخريب، مؤكدا للوفد أن سوريا ستخرج أقوى من هذه الأزمة.